بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم عبد الباري رجب سيبسو من دولة ليبيا، مشارك في الفرع الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز في دورته 39. الحمد لله، هذا شعور يعني لا يوصف يعني في أرجاء بيت الله الحرام. وبالنسبة للمسابقة فكانت يعني مسابقة منافسة قوية، فيها من المشاركين من شتى بقاع العالم. لاحظنا هناك مستوى ممتاز أو أكثر من ممتاز مقارنة بالمسابقات السابقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا.